تتراوح بين 1.5 مليون والعشرة ملايين نوع. يعني نحن لم نعرف إلا فقط، لم يصنف العلماء إلا 1 مليون نوع من الحشرات، وهناك ربما أكثر من يعني أو يصل العدد إلى تقريبا 10 ملايين نوع من الحشرات. نحن ربما تقول لي أو لو أقول لكم عدوا لنا كم نوع من الحشرات تعرفون، ربما 30-40، ما نتجاوز 50، هذا من يعني المتخصص بنا، ولكن انظروا إلى هذه الأعداد الهائلة. ويقول علماء الأحافير، علماء الأحافير يقولون إن أحافيرا وجدوها تدل على أن الحشرات موجودة على الأرض منذ 390 مليون سنة. الصرصور مثلا يعتبر من أقدم أنواع الحشرات ولم يتغير شكله كثيرا، هذا الصرصور المنزلي، يعني هذا من أقدم الحشرات وهو صامد، ويعني يقاوم الكثير من التقلبات التي حدثت، ومع ذلك فهو صامد ويعيش بيننا. وفيما يتعلق أيها الأخوة بالنحل وهو موضوعنا، فإن هناك قرابة 10,000 نوع من النحل في العالم، قرابة 3,500 نوع منها توجد في أمريكا الشمالية فقط. 5% فقط من هذه الأنواع التي تقارب 10,000 نوع هي من النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي أو النحل الاجتماعي هو الذي يعيش في خلايا مكونة من 10,000 من النحل. أما الأنواع الأخرى من النحل فهي انعزالية، تعيش منفردة أو في مجموعات صغيرة جدا، وليس بها نحلات عاملات، وإنما ذكور كاملة وإناث كاملات، وكل أنثى تبني عشها أو خليتها، وتكون الخلايا متقاربة من بعضها، ولكن كل أنثى تهتم بصغارها فقط. ولذلك لا نشاهد مبدأ التكافل الذي يميز النحل الاجتماعي، والذي لا يشكل كما قلنا إلا 5% من مجموع أنواع النحل. نعم، إذن هناك كما قلنا العديد من أنواع النحل الانعزالي، فهناك النحل البناء وهو الذي يستخدم الطين ويخلطه بالأعواد والأوراق ليبني خلايا لبيضه، وهناك النحل النجار والذي بواسطة فكيه القويين يستطيع أن يحفر نفقا في الخشب الصلب، يضع في نهايته الغذاء ثم يضع البيض، ثم يقوم النحل بإغلاق الخلايا بقطع ممضوغة من الخشب ممزوجة بمادة غروية يفرزها النحل من فمه. وهناك نوع من النحل الانعزالي يسمى بالنحل عامل المناجم، سموه بالنحل عامل المناجم، لماذا؟ لأنه يحفر أنفاقا في الأرض. وهناك النحل الواقواق، سمي باسم طائر الواقواق، ذلك لأنها تستغل خلية نحل آخر فتضع بها بيضها. نعم، أنواع كثيرة ولكن لا يتسع المجال للكلام عنها. الآن نريد أن نتكلم عن النحل الاجتماعي، فهذه الأنواع من النحل تعيش في خلايا، كل خلية تعيش بها الآلاف من النحل، قد تصل في بعض الأحيان إلى 100,000 نحلة، وهذه هي عشيرة النحل، وهي مكونة من ملكة وذكور وعاملات. في الخلية ملكة واحدة، والملك كما تعرفون أيها الأخوة عقيم مفرد، يعني المملكة هذه لا يكون بها إلا ملكة واحدة. وبالتالي فالخلية، خلية النحل أو مملكة النحل، لا تتسع إلا لملكة واحدة، وفي الخلية أيضا المئات من الذكور والآلاف من العاملات. والملكة، ملكة النحل، تتميز بشكلها وبضخامتها، فطولها يوازي ضعف طول النحلة العاملة، ووزنها يعادل تقريبا 2.8 من وزن النحلة العاملة، يعني تقريبا 3 مرات وزن النحلة العاملة، أقل قليلا من 3 مرات. والملكة أيها الأخوة هي أساس الخلية، لأن وظيفتها الرئيسية أو وظيفتها الرئيسة هي الحفاظ على استمرارية الخلية، وذلك بوضعها البيض، فهي تضع في كل يوم قرابة 1,000 إلى 2,000 بيضة ملقحة. والبيض الملقح كما هو معلوم يأتي من تلقيح ذكر النحل للملكة. البيض الملقح هذا عندما يفقس تخرج منه إما ملكات أو عاملات، وهذا يعتمد على نوع الغذاء الذي يقدم لليرقات، يعتمد على نوع الغذاء الذي يقدم لليرقات.
فإذا قدمت العاملات لليرقات ولمدة 3 أيام غذاء ملكيا، ثم بعد 3 أيام غذتها بالعسل وحبوب اللقاح، فإن اليرقات وبقدرة الله سبحانه تتحول إلى نحلة عاملة. والنحلة العاملة أيها الأخوة متوسط عمرها 45 يوما. أما إذا قامت العاملات بتغذية اليرقات بالغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي فقط إلى حين اكتمال نموها، فإنها بإذن الله جلت قدرته ستتحول إلى ملكة، ومتوسط عمر الملكة يتراوح من 6 إلى 7 سنوات. والغذاء الملكي أيها الأخوة أو الفالوذج الملكي هو مادة غروية بيضاء اللون تفرزها العاملات من بين فكيها، تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات تتراوح من 41 إلى 50%، وقرابة 20% من السكريات، وما بين 7.5 إلى 15% من الدهنيات، و2.3 إلى 3.3% مواد معدنية، ويحتوي كذلك على جميع الأحماض الأمينية الضرورية جدا للنمو، وكذلك الفيتامينات وبعض الهرمونات أو مواد لها خواص الهرمونات الأنثوية، وذلك للمساعدة على نضج البويضات في الجهاز التناسلي للملكة. والحقيقة الأهم من ذلك، فإن الغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي يحتوي على المضاد الحيوي الجرامايسيدين، ووجود هذا المضاد الحيوي يؤدي إلى إعاقة تكاثر ونمو الميكروبات والفطريات. الملكة أيضا بالإضافة إلى البيض المنقح الذي تبيضه تضع بيضا غير منقح، وهذا البيض ينتج عنه الذكور، وفي ظروف خاصة جدا، أقول ظروف خاصة جدا كفقد الملكة مثلا أو عدم وجود يرقات، ينتج عنها الحقيقة ملكة جديدة، فإن العاملات بإمكانها وضع كمية محدودة من البيض تقدر بحوالي 28 بيضة طيلة عمر العاملة القصير. قلنا عمر النحلة العاملة 45 يوما، ولكن في ظروف خاصة مثلا عندما تفقد المملكة الملكة، تفقد خلية النحل الملكة، أو عندما لا يكون هناك يرقات تغذى بحيث ينتج عنها ملكة جديدة، نقول تقوم العاملات بوضع كمية محدودة من البيض. نعم، وبالمناسبة الحقيقة هذا البيض الغير ملقح الذي تضعه الملكة قلنا ينتج عنه الذكور بعد 24 يوما. البيض الذي تضعه العاملات في الظروف الخاصة لا ينتج عنه إلا الذكور، ومن المؤكد أيها الأخوة أن الخلية التي لا ملكة بها سوف تكون نهايتها حتمية، ذلك أن الذرية الناتجة هي من الذكور، والذكور في مملكة النحل ينطبق عليها وصف تنابلة السلطان، فعملها الوحيد هو تلقيح الملكة، والذكور في طعامها تعتمد اعتمادا كليا على العاملات، فالذكر لا يستطيع أيها الأخوة أن يطعم نفسه، وإنما يتغذى في فصلي الربيع والصيف حيث يعني إنتاج العسل، يتغذى على العسل الذي جمعته العاملات، وفي الخريف تقوم العاملات بطرد الذكور من الخلية، ولذلك فهي تموت طريدة بسبب البرد والجوع. متوسط عمر الذكر هو 3 أشهر، والجهاز التناسلي لذكر النحل متطور، والدليل على ذلك خصيتاه تحتويان على كمية هائلة من الحيوانات المنوية تتراوح بين 10 ملايين و200 مليون من الحيوانات المنوية. إذن أيها الأخوة، الملكة تضع البيض في الأقراص، والأقراص في الخلية سداسية الشكل، والله سبحانه وتعالى ألهم هذه الحشرات الذكية النافعة، ألهمها بأن تصنع أقراصها بشكل سداسي، والشكل السداسي كما هو معروف أكبر الأشكال هندسية مساحة، وبذلك يستطيع النحل أن يبني أقراصه بأقل كمية من الشمع. وهل هذا مهم؟ نعم أيها الأخوة، الشمع من أهم المواد التي يحتاجها النحل،
والنحل يفرز الشمع على هيئة سائل يتصلب بعد ذلك على شكل قشور رقيقة، والعاملات هي التي تنتج الشمع، وتبذل العاملات في ذلك جهدا هائلا، فهي تستهلك 15 كيلو جراما من العسل لإنتاج كيلو جرام واحد من الشمع. والنحل يستخدم الأقراص هذه الشمعية التي بناها لتخزين العسل وخبز النحل، ويستخدم هذه الأقراص أيضا كحواض لليرقات. وإذا كانت الملكة هي الأساس في مملكة النحل، فإن العاملات هن أعمدة هذه المملكة. فالعاملات أيها الأخوة حشرات ذكية جدا، وهي أذكى من الملكة ومن الذكور، وهي في عمل دائب لا ينقطع إلا في فترات قليلة، ولذلك فإن عمرها كما قلنا قصير قياسا بالملكة أو بالذكور. ولمعرفة ذكاء هذه الحشرات نقول فإن يعني نسبة وزن دماغها إلى جسمها هذه العاملة هي 1 على 174، يعني المخ يوازي 1 على 174 وزن الجسم. هذه النسبة في النمل نجدها 1 على 286، في الصرصور النسبة تكون هي 1 على 3920، وفي بعض أنواع الخنافس تكون 1 على 4200. وهذا يدل الحقيقة على ذكاء هذه الحشرات الطيبة، النحل أقصد بها. الآن أيها الأخوة دعونا نحدثكم عن العاملات وعن القدرات العجيبة لهذه المخلوقات الصغيرة في مملكة النحل، التي خصها الحق تبارك وتعالى بسورة كريمة في كتابه العظيم. هذه النحلة العاملة في بداية اليوم الثالث أو الرابع من عمرها تبدأ بمزاولة عملها الهام جدا، أهم أعمالها وهو إطعام أفراد خلية النحل. وفي أثناء 6 أيام التي تطعم فيها اليرقات تقوم النحلة العاملة بزيارة اليرقات بما مقداره 7850 زيارة، حتى يعني نتخيل ونعرف مدى الجهد الهائل الذي تبذله هذه النحلة العاملة. وكذلك تقوم العاملات بالاهتمام بالملكة، فالملكة بعد تلقيحها لا تغادر الخلية أبدا، فتقوم العاملات بتغذيتها وحمل برازها وتنظيف جسمها، وكذلك تقوم العاملات بتنظيف الخلية بمهارة فائقة، وترمم الخلية وذلك بسد الشقوق، وتلمع جدران الخلية بغراء النحل. ويعتقد بأن النحل يجمع غراء النحل من براعم أشجار معينة، ولكن هناك نظرية حديثة تقول بأن النحل ينتجه من حبوب اللقاح. من أهم المهام التي تقوم بها العاملات هو إنتاج شمع العسل، وتنتج العاملات شمع في أيامها الأولى، ذلك لأنها لا تستطيع الطيران، فيكون نشاطها موجها لأكل العسل الضروري لنموها وبإنتاج الشمع اللازم لبناء أقراص الخلية. والعاملات كما قلنا أيها الأخوة يتكفلن بالعناية بالخلية وبنظافتها، فلو دخل إلى الخلية فأر مثلا يريد أن يأكل العسل فإنه سوف يواجه بهجوم قاتل من العاملات، وبعد موته تقوم العاملات بتغليفه بإحكام بغراء النحل، وذلك حتى لا يتعرض للهواء ويتعفن، وهذا يؤدي إلى تعفن إلى تلوث هواء الخلية. فالنحل يهتم بتجديد هواء الخلية ويحافظ على درجة حرارة معينة داخل الخلية، هذا هو الحقيقة تكييف الهواء. تكييف الهواء ماذا؟ هو المحافظة على درجة درجة حرارة ثابتة داخل الغرفة. وتتم هذه العملية، عملية تكييف الهواء أو المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الخلية، تتم عن طريق تحريك العاملات لأجنحتها بسرعة فائقة. وللنحل أيها الأخوة لغات يتفاهم بها، من أهم هذه اللغات لغة الرقص. فعلى سبيل المثال لو رقصت العاملة النحل العاملة رقصة دائرية، فإنها تقول لأخواتها بأن مصدر الرحيق حيث الأزهار قريب، الأزهار التي بها
رحيق مصدرها قريب، أو مثلا الأزهار التي بها حبوب لقاح، ولكن مصدر الرحيق أو حبوب اللقاح يكون بعيدا إذا حركت العاملة ذنبها في اتجاهين متعاكسين. الرقصة الدائرية تعني قرب المصدر، وإذا حركت ذنبها باتجاهين معاكسين تعني بعد المصدر. والنحل أيضا أيها الأخوة له لغة تخاطب أخرى وهي لغة الرائحة، فالنحل يفرز الرائحة من غدة الروائح وهي غدة نازونوف، اسمها غدة نازونوف، أسموها باسم العالم الذي اكتشفها، وهذه الغدة موجودة في نهاية البطن، ولكل خلية رائحتها الخاصة بها، وتقوم العاملات الحارسات بشم كل قادم للخلية للتأكد من الرائحة قبل دخوله إلى الخلية، فإن كان غريبا فإنه سوف طبعا يتعرض لهجوم شرس. تقوم النحلات العاملات بالطيران بحثا عن رحيق الأزهار وحبوب اللقاح وكذلك الماء. والنحل لا يزور الأزهار إلا إذا كان بها رحيق أو حبوب لقاح، وهي تجمع رحيق الأزهار الذي لا تقل نسبة تركيز سكر به عن 20%، وأحيانا أقل من ذلك ولكن ليس أقل من 10%. ولكي تجمع النحلة الرحيق فهي تطير على ارتفاع يتراوح من 1 إلى 8 أمتار عن سطح الأرض، وبسرعة تبلغ، هذا في الذهاب، لاحظوا في الذهاب تكون سرعتها تبلغ تقريبا 24 كيلومتر في الساعة، والنحل يجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح تبللها بلعابها المخلوط بالرحيق، ثم تحملها إلى الخلية في سلال حبوب اللقاح. سلال حبوب اللقاح هذه موجودة في أرجلها الخلفية، وهي تحمل ما مقداره 4 ملايين حبة لقاح، متوسط وزنها 20 ملغرام. وعند وصولها إلى الخلية تقوم بتخزين حبوب اللقاح في أقراص ثم تغطيها بالعسل، فتتحول هذه حبوب اللقاح المغطاة بالعسل إلى ما يسمى بخبز النحل. حبوب اللقاح هي عبارة عن الخلايا المذكرة في النباتات الزهرية، وتحتوي على 40% من البروتينات، إضافة إلى احتوائها على الهرمونات والفيتامينات والإنزيمات. الآن لكي نتعرف على العمل الدائب والجهد الخارق الذي تقوم به النحلة العاملة، فربما تكون لغة الأرقام هي أبلغ تعبير عن ذلك. وفي البداية أقول لكم، تستطيع خلية جيدة من النحل أن تجمع في الموسم الواحد 150 كيلوغراما، والنحل كما قلنا يجمع العسل في الربيع والصيف فقط ويرتاح في الخريف والشتاء. ولكي تحصل النحلة أو خلية النحل لكي تحصل على 100 جرام من العسل، والكيلوغرام كما هو معلوم عبارة عن 1000 جرام، أقول لكي تحصل على 100 جرام من العسل فيجب على النحل أن يزور 1,000,000 زهرة، يجب على النحل أن يقوم بزيارة 1,000,000 زهرة لجمع الرحيق منها. والنحل عندما يصل إلى الزهرة تقوم العاملات بواسطة خراطيمها بامتصاص الرحيق، حتى إذا امتلأت معدة العسل عاد النحل إلى الخلية طائرا بسرعة 65 كيلومترا، هناك عندما ذهب سرعة تتراوح 24 كيلومترا، ولكن الآن في الرجوع بسرعة 65 كيلومترا، و 100 جرام من العسل. تتطلب من النحلة حمل ما بين 12,000 إلى 15,000 حمل رحيق، وفور وصول النحلة إلى خلية النحل تمر أولا على حراس الخلية من العاملات التي يحرسنها من النحل الغريب أو الحشرات الأخرى، وعند دخول النحلة الناقلة، ناقلة الرحيق إلى الخلية، تتلقاها نحلة أخرى فتأخذ منها الرحيق لكي يبقى لبعض الوقت في معدتها الخاصة بالعسل، معدة هنا النحلة المستقبلة، وبذلك تستمر عملية التغير التي تعرض لها الرحيق في معدة النحلة الجالبة له من الأزهار. ثم تقوم النحلة المتلقية الرحيق بعد ذلك بإخراج قطرة الرحيق من معدة العسل على طرف خرطومها،
ثم ترجعها إلى معدة العسل، ثم تخرجها على طرف الخرطوم، وهكذا. وتتكرر هذه العملية ما بين 120 إلى 240 مرة. ثم بعد ذلك تقوم النحلة بالبحث عن خلية سداسية خالية، تضع بها قطرة الرحيق. كل ذلك والرحيق لم يتحول إلى عسل بعد. لكي يتم ذلك لابد من تعرضه لعمليات أخرى، عمليات تبخير الحقيقة ضرورية جدا تقوم بها النحلات العاملات. الرحيق أيها الأخوة يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تتراوح ما بين 40 إلى 80%، ولذلك لابد من تعرضه لعملية تبخير تقوم بها العاملات بتحريك أجنحتها بسرعة 26,400 ذبذبة في الدقيقة. 26,400 ذبذبة في الدقيقة، انظروا إلى قدرة هذه الحشرة العجيبة. وفي معدة العسل أيضا تتم إضافة الإنزيمات والعصارات الخاصة والأحماض العضوية والمعقمات والمواد الأخرى التي ذكرنا. وبعد عمليات معقدة في معدة العسل وعلى جدار الخلية وفي الأقراص يتحول الرحيق إلى عسل، والعسل يجب ألا تزيد رطوبة به عن 18 إلى 20%. وعندما تمتلئ الأقراص بالعسل يقوم النحل بغلقها بإحكام بغطاء من الشمع، وهذا يضمن حفظ العسل لسنوات عديدة. النحل أيضا أيها الأخوة يحصل على العسل من مصادر نباتية وحيوانية، فهناك نوع رديء من العسل يسمى ندى العسل، وهو الذي يظهر على بعض النباتات. وكذلك تقوم بعض الحشرات مثل حشرة المن بإفراز مواد ذات تركيز سكري عالي، فتقوم العاملات بجمع هذه الإفرازات. والنحل إذا تغذى على أزهار نباتات سامة فإن العسل سوف يكون ساما. وهذه النباتات مثل نباتات المرأة المسلسلة ونبات قلنسوة الراهب، هذا طبعا هذه نباتات سامة، فإذا تغذى النحل على أزهارها نتج عنه عسلا ساما. الآن وقبل أن نتكلم عن الفوائد الصحية للعسل، دعونا نتكلم عن الأمراض التي تصيب النحل وعن أعداء النحل. هناك طبعا العديد من الأمراض التي يتعرض لها النحل، من أهمها مرض تعفن الحضنة. هذا المرض يصيب اليرقات الصغيرة التي لم تبلغ 9 أيام من عمرها، ويصيب أيضا اليرقات الكبيرة في طور انتقالها من اليرقة إلى النحلة كاملة، ذلك في اليوم من 9 إلى 21 من عمرها. ومرض تعفن الحضنة من الأمراض المعدية، ينتقل من خلية إلى أخرى، وهذا المرض إذا أصاب الخلية فإنه يقضي